رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في زيارة رسمية إلى تونس، جاءت الزيارة هذه بعد دعوة رسمية قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد. كمواطن تونسي شنو تنتظر من زيارة العمل هذه؟ ننتظر علاقة أخوة، نحن وليبيا فرد بلاد، ماذا بينا تكون ليبيا معانا في كل شيء، في السراء والذراء، ماذا بينا تعاون اقتصادي، تعاون ثقافي، تعاون اجتماعي، ربما احنا نفوقهم شوية بالفكر وهما عندهم الأموال، ماذا بينا تقع شراكة كبيرة معاهم، وليبيا أخواتنا ومتناسبين وعلاقات كبيرة كبيرة. نتمنى من عبد الحميد دبيبة أن يقف إلى جانب تونس الشقيقة، أن يقف إلى جانب الشعب التونسي العريق، أن يكون دائما يراعي تونس وظروف تونس وغلاء المعيشة في تونس. نحن دولة غنية، وبإمكان عبد الحميد دبيبة أن يلتفت وينظر إلى تونس نظرة جدية، دولة جارة ودولة عريقة وأخوة وأصدقاء وأحباب، ونحب الخير لتونس، حب الخير لتونس، نحن بلد خير، نحن بلد غنية، فالجار أبدى من أي حد كان يعني. إن شاء الله حكومتنا تكون انتليجنت في الدومين هذايا وتكون تستثمر الماكسيموم، لأن ليبيا حبينا ولا كرهنا بلاد عندها إمكانيات كبيرة، إمكانيات سيرتو مادية. إن شاء الله تكون بالفايدة على بلادك. شنو تنجم تكون الفايدة؟ المعاملات في التجارة، في السياحة، في الخدمة، حتى للتوانسة في الخدمة، اليد العاملة التونسية. أنا نقول مرحبا بيه في تونس، لكن دبيبة وحده في إطار العلاقة هذه الثنائية بين تونس والجزائر، وهي في تونس وليبيا، وهي دائما بالنسبة لدبيبة في إطار البحث على شرعية حكومته. لكن نأمل أن تونس تتحرك في اتجاه أولا توحيد الموقف الليبي، وهذا ممكن بالنسبة لتونس إذا كان تونس تحافظ على حيادها بطبيعة الحال. الاستفادة اليوم من ليبيا، الحديث على الاستفادة أنا نعتبره مازال بكري عليه ياسر. علاش؟ مادام ما عندناش وحدة وطنية داخل التراب الليبي، مادام ما نجموش نتحدثوا على تعامل ثنائي لا اقتصادي ولا اجتماعي ولا سياسي ولا معناها على مستوى المسألة الطاقية، ليه مسألة تهمنا احنا ياسر باعتبار عندنا مشكل طاقي كبير في تونس. نأمل انه الاخوة الليبية على الاقل مستوى معناه الانساني والعلائق الموجود والعائلي بيناتنا ليبيا وتونس، على الاقل نحكي على الجزء اللوطاني اللي هو طرابلس، ونحكي على زنتان وعلاقتنا بالزنتان باعتباره مبربر، عندنا الجنوب التونسي كله معناه بربر، ما يسمى بالجفارة ليبيا اللي هي منطقة كلها بربرية، ثم علاقات تاريخية قديمة ياسر منذ الدولة الرستومية اللي هي دولة بربرية مع تونس. نأمل أنه على الأقل في المستوى هذا يكون تحريك من الملف الطاقي اللي احنا في حاجة ليه. إن شاء الله تكون علاقات باهية مع ليبيا، وإن شاء الله الوضع يتحسن وتكون علاقات باهية مع بعضنا، وتتحل آفاق جديدة ما بين تونس وليبيا، وإن شاء الله اللي جاي خير. مرحبا بي في بلادنا، ونحبوا نحن شكون يجينا ونرحبوا بيهم، وتونس يستفيدوا منا ونحن نستفيدوا منهم. في شنو مثلا؟ في كل شيء، في كل شيء. بالنسبة لك أنت كمواطن تونسي، شنو هي أكثر الملفات التي يلزمها تكون حاضرة على الطاولة في لقاء الطرفين، الطرف الليبي والطرف التونسي؟ الملفات الاقتصادية، مش ملفات أخرى كبيرة. لازم ملفات تقصي تتحرك، مستثمرين ليبيين لازم يستثمروا في تونس، الخط بين ليبيا وتونس لازم، الجنوب عايش كامل الخط هذاك، الفوبر في 60 سنة رونفو على ليبيا تجي في ليلة ونهار باش تقص، لا لازم يتقنن يتقد ويبروفيت في الدومين هذا. التبادل الاقتصادي ماذا بينا كما كنا قبل في عهد القذافي وفي عهد الزين، كان تبادل في جميع المجالات، ثقافة، اجتماع، اقتصاد، في كل شيء. وليبيا وتونس بعبارة بلاد واحدة، وفي السابق كان القذافي أراد أن تكون بلاد واحدة، وأراد أن تكون الدخول لها بطاقة تعريف، لا جواز سفر ولا غيره. هو اقتصاد البلاد هي الدورة الحركية كلها اللي تخلقها، عندنا برشا شباب عاطل في عوض يهرب، يعود يمشي للبحر، ما يمشي
البلاد جدود يا اخي، احنا اشترنا طرابلسيه ورباعه كذا فهمتي، جزيريه ومغاربه، هذا كله الاسباس بتاعنا. في اطار هذه الزياره اهم الملفات اللي تكون حاضره على الطاوله هو ملف التعاون، ملف الصداقه، ملف الاخوه. هذا كل ما اوصي به عبد الحميد دبيبه، الرجل العظيم الممتاز اللي دائما دائما من اليوم او من اللحظه اللي جاء فيها للحكم كان خطواتها ممتازه، كان خطواتها غير عاديه، كان انسان عطوف، انسان يحب يساعد الناس حقيقه. ما جاء واحد قبله دار شيء ابدا، فيش رئيس جانا من قيام الثوره وجاي التفت الى الشعب الليبي او الا عبد الحميد دبيبه. اعطى قروض الزواج، اعطى قروض السكن، فكان انسان له وقفه تاريخيه يعني. باعتبار علاقه النسب اللي بيناتنا والدم اللي بيناتنا والثقافه اللي بيناتنا، القاسم الثقافي اللي بيناتنا، ان شاء الله معناها يكون على الاقل ملف الطاقي موجود على الطاوله، وان شاء الله استراتيجيا تكون تونس فعلا على مستوى معناها التوحيد، الرؤيه الليبيه والذهاب الليبي نحو معناها انتخابات رئاسيه وانتخابات تشريعيه معناها سابقه لاوان. يعملوا مشاريع معناها يحاولوا معناها يطوروا بالبلاد في تونس هنا، والشباب معناها متو الوضع صعيب ياسر، ومعناها فما ناس بطاله، وان شاء الله تتحل لنا مفاق جديده، وان شاء الله اللي جاي خير. كيفاش ينجم الجانب الليبي يستفيد؟ طبعا اذا حكينا على الاستفاده بالجانب دور كبير في استقبال الليبيين، لها دور كبير في علاج الليبيين، لها دور كبير في تسكين الليبيين، في مساعدة الليبيين. تونس لها الفضل الأكبر. تونس عندها موارد بشرية، موارد بشرية ولها عقل. تونس عندها عقل، معناها نجم نسموها العقل التونسي، فهمني؟ والزخم هذايا البشري ممكن اللي هو الزخم البشري هذا يتعلق بالطاقة، كسوا البشرية اليد العاملة وإلا حتى الطاقة الذهنية، اعتبار تونس راكمت برشا تجارب معناها على المستوى معناها العلمي والتكنولوجي وغيره، وهو قريب جدا وقريب نص ساعة ولا سبعة دراج معناها تونس يمكن أن يكون في تونس في ليبيا. هذه الاستفادة معناها إيسونسيالمون الاستفادة اللي تنجم تكون بالنسبة لليبيا من تونس، وهي استفادة كبيرة ياسر. راهو معناها أنت كي الهجرة نتاع الأدمغة كي تكون في اتجاه ليبيا فهي هجرة أموال طائلة، راهو معناها كسوا طبيب ولا انجينيور، هي معناها هجرة معناها ذكية، وهجرة أموال هي كيما البترول ولا هي كيما كذا، هي هجرة معناها يمكن الاستفادة منها بشكل كبير كبير وكبير جدا. شنو ليبيا تنجم تستفاد من تونس؟ كفاءتنا، اش عندنا كفاءتنا؟ برشا خبرات، ولو أنهم هما زاد عندهم خبراتهم ما فيش حتى شك. برشا خبرات، وهذاك هي الانتيغراسيون، خاطر لوبجيكتيف في الاخر هي الانتيغراسيون دو لافريك دو نور من ليبيا حتى موريتانيا. لذا كان ما نعملوا حتى شيء مع بعضنا، وكيفاش كيفاش نهار اخر باش نفهموا بعضنا. كي نشوفوا الزيارات الرسميه هذه من الدول، نحكيو دول المغرب العربي خاصه، جارتنا ليبيا، الجزائر، المغرب، نشوفوا مثلا الرؤساء يعملوا في زيارات لبعضهم، شنو يعكس هذا؟ احنا ماذا بينا الخارجية هذه نستحقوها ياسر، بالنسبة للدولة نتاعنا ماذا بيها تتحرك في الخارجية باش الشعب يخدم، الدولة تخدم، كل شيء يخدم. فو مونتي ان بروغرام، ان بروجي، ان بلون، رانا فرد ثقافة، فرد حضارة، ما نقولش فرد ثقافة، أما فرد حضارة 100%، فرد تاريخ، فرد شنو هو تحب آخر باش تحل الحدود على بعضها؟ شنو اللي تستنى؟ فاش تستنى؟ عندنا نفس التاريخ، نفس اللغة، نفس الدين، كانت تحب نفس كذا، نفس حل الواحد، خلي الناس تخدم على روحها. هذا الأوروب كذبوك وقالوا لهم ما سي برو دبروا روسكم، تحبوا تعملوا واحد اعملوا واحد. هي فين تستنى أنت؟ نعرفوا ثم مشكل المغرب ومشكل السيزم هذيك. سي لو بروبليم دي غوفرنون، سي با لو بروبليم دي بوبل. بالنسبة لنا احنا الجزائر وليبيا عبارة بلاد واحدة. الجزائر وليبيا عبارة بلاد واحدة. كونت يدي تزيري يعني تونسي، كونت يدي ليبي يعني تونسي. ولذلك الشعوب ذوما تاعت البلدين الثلاثة عبارة دولة واحدة، وكذلك المغرب، ولكن وقع سوء تفاهم فهمتني، تو يتحسن وتو ترجع العلاقات.